السلام عليكم. ديالنا من السكان ديال جديدة، مما انا ضد هاد الاسبان اللي كاينه في مختلف الطرقات في الاحياء. ان هاد الشركه اللي كاينه دابا راه ما خدامش، فين ما مشيتي كتصيب الزبل. الزبل كاين دوك لي بوبيل اللي كتعمرو باش يتحيدوا في على الاقل يومين دو فوا بار جور، ما كيتحيدوا على يومين وعلى كتير، حتى كيتراكم عليهم الزبل كيطلع على برا. عاد هادوك الناس كيجيو يحدوا في الزبل، عاوتاني كيلوحوا على برا. هذه من جهه ديال الاسباب، ان الشركه اللي كاينه دابا راه ما خدامه ما والو. من ناحيه الحفار اللي كاينه، راه فين ما مشيتي كاينه الحفار، جميع الاحياء والطرقات والشوارع راه هادشي حشومه وعيب وعار. راه دابا فين ما مشيتي، دابا انا من السكان هنا ديال الملحه، حي النرجيس، الطريق هذا ديال هذا شارع النصر كله حفاري. دابا جايه شركه كتقاد هادشي ديال لي روكار اللي كاينين هنايا في الوسط ديال الشانطي، هذا عيب وعار. باش في الاول خاصهم يداروا من الاول، لاش كل مره جايه شركه تجي في السيما والرمله كيدوزوا داكشي ان سيرتان طوغي، كيدوزوا 6 شهور 3 شهور 4 شهور كيتعاودوا الحفاري انوفو عاد للشركه واحده اخرى. اذا هادشي راه عيب وعار على هاد المدينه اللي لها صيت عالمي جديده، يضرب بها المثل بان البحر كاين سيد بوزيد، كاين الجرف، كاين شركات عالميه بما فيها الجرف، فيها مثال سوناسيد، فيها وزير البوطه، وزير الخميره، وزير كذا. خاصها تكون يضرب بها المثل في النظافه وفي الجماليه ديالها. ايه كاينه جماليه في الطرقات الجديده، مثال الازمور، كتشوف ديك الشوارع الى جيت العادر جاي داخل الجديده، راه كيبان لك كتكون انت الجديده مع هذه، راه روعه في الجمال. وانت غير كتدخل شويه من الربعين ديال المدينه، في هذه كتصيب حفاري مختلف انواع الحفاري، ديموسيون اللي بغيتي، مترو 3 مترو 4 مترو، ما بين حفره وحفره كاينه حفره. لا يعقل ان عندها سيوله ماليه كثيره جديده. مولاي عبد الله جديده كامله من النواحي، ولهذا حنا كنطالبوا للمجلس البلدي والمجلس العماله والناس مسؤولين باش يشوفوا اش في هذه المدينه. انا ماشي من هذه المدينه هذه، ولاني انا بما انني مواطن كنسكن في المدينه، انا ولد المدينه، ولد جديده، ولد للزهرة، ولد فين ما مشيت كيضرني خاطري. كنمشي للزهرة كيضرني خاطري، كنمشي لضرب الخياري كيضرني خاطري، كنمشي للنرجس كيضرني خاطري. ان هادشي خاص عيب وعار باش يكون هادشي. لو كان غير فلوس ما كايناش نقولوا راه ما عندهمش سيوله ماديه، اما الفلوس باقي موجوده الفلوس بالتران. باش تجي تصيب حفاري فين ما مشيتي تصيب حفره. الطوموبيل دابا والسيارات اكثر، الناس كتسال مالين السيارات، كاينين طوموبيل مثلا جديده كدوز الحفره انت في مشكله. اذا هادشي كنطالبوا المسؤولين والسلطات والناس اللي عندهم شغيره على هذه المدينه باش يشوفوا من حاله ولو بشي حاجه هما يشوفوا. ما يمكنش انا اللي غنشوف. الناس اللي عندهم هذا هما اللي خاصهم يشوفوا بحال هذه المدينه هذه ويحيدوا علينا هذا الشيء. هذا الشيء راه بزاف، السلام عليكم. انا مواطنه من مدينه الجديده، المدينه اللي كتعاني كارثه عظمى من الطرقان، الحفاري، ازبال، عدم النظافه. كنعانيو من مشاكل كثيره، منها الطرقان، منها النظافه، منها حتى الترونسبور الحافلات العموميه، يعني بزاف الحوايج مفقوده في هذه المدينه. وكنبغي نوصل الناس اللي كيهتموا بهذه المدينه يخدموا من اجل هذه المدينه اللي كانت قديم شحال هذه كانت مدينه مشهوره لها بالنظافه وبهذه. مي دابا كنشوف هذا الشيء ولا خايب، ولا هذا الشيء عندنا هنايا خايب. والسلام عليكم. بالنسبه للشيء ديال المجلس هذا، كاين بعض المناطق اللي بصراحه محفره وما كاينش عليها شي عنايه والو. وبالنسبه للشيء ديال بنادم تقل الشغل، راه الله يسلم، راه ما كاينش لا حتى فين يخدم، او ربما رغم كاع الجرف اصفار ورغم الفوسفات وشي، وراه الناس بصراحه محاكه الله يسلم. السلام عليكم اسيدي، احنا من سكان مدينة الجديدة. الشارع هذا صوبه زوين، كنا محرومين، الصراحة هي هذه،
الزناخ تما تما كاين بعض الزناخ اللي باقي شويه فيهم محفرين واد الحار كانوا صوبوا حدانا تما مزيان اناره خاصة شويه اناره وهاد الشاطئ زعما راه خدموا فيها باللي متنفس ما واش خويا حالة السيل فهاد الزينة خويا من ناحية الحفار بزاف خويا كاع الطروبيات هرسوا فينا كاع بزاف ملي كتوجد فين على حفرة عاد تخرج من واحد المنظور هادشي راه بزاف هادشي هاد المسؤولين ما عادش غايبين ما عادش. السلام عليكم، تحية طيبة لجميع ساكنة مدينة الجديدة. أنا كمتتبع أحد ساكنة مدينة الجديدة أولا وكمتتبع الشأن العام في مدينة الجديدة، يعني يمكن أن أتحدث قليلا على مدينة الجديدة. يعني مدينة الجديدة المدينة التي صرعت فيها وكبرت فيها كانت مدينة يعني جميلة جدا، يعني في 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 تمثلي وفي تصوري وفي ذاكرتي، لكن مؤخرا هناك مجموعة من الظواهر يعني البيئة الحضرية يعني تحتاج كثير يعني من الحديث وتحتاج وقفة طويلة عليها، خصوصا الظاهرة مثلا ديال التلوث، ظاهرة النفايات، ظاهرة النفايات اللي كنا أصبحنا كنشاهدوها خصوصا في الضواحي ديال المدينة، خصوصا في الضواحي ديال المدينة. فالوضع ديال النفايات المنزلية يعني وضع سلبي، يعني كان هذا كيرجع بالاساس للناس المسؤولين على تدبير هذا المرفق هذا الاساس، وكذلك حتى المواطن، لان المواطن مازال خصو يوعى، لاننا تنشهدوا بعض الظواهر مثلا في الاقامه اللي انا ساكن فيها، في هذه الجزئيه اللي ساكن فيها انا مثلا، بعض الساكنين ما تحترموش الجوار وتيوضعوا الازبال ديالهم امام عتبات البيوت امام المنازل، فكان يعني الظاهره هذه يعني كنشكيو منها بشكل كبير. كذلك كان عندنا المشكل ديال الحفر، المشكل ديال الحفر زي ما قلنا في الفيديو الجديد كان مشكل كبير. سمعنا بان المجلس البلدي راه خاص واحد الميزانيه يعني بين قوسين لترقيع الحفر اللي كاينه في الجديده، ولكن احنا بغينا اصلاح، يعني اصلاح حقيقي وليس مجرد عمليه ترقيع، لان ومساله اخرى وهي مساله ديال عامل الوقت، لان احنا ما نطلبوش من المسؤولين انهم يعني تكون عندهم واحد العصا سحريه باش يصوبوا لنا الطرق، ولكن على الاقل تكون واحد المجهودات فعليه، يعني حنا كمواطنين نلمسوها ونشوفوا نحسوا بان بان المنتخبين والمسؤولين اللي حنا يعني انتخبنا عليهم نحسوا بانهم فعلا كيتقاسموا معنا هذه الهموم، ونحسوا بانهم فعلا كيعيشوا معنا المشاكل ديالنا وباغين عندهم اراده بانهم يوجدوا حلول ليها. مشاكل كبيره، خصوصا مشاكل اللي خلق التوسع الحضاري، التوسع الحضاري كيتعلق به مشكل الاجرام، كنسمعوا خواتاتنا وكنسمعوا جيراننا كيتسرقوا في بعض الهوامش، وهذه الظاهره هذه انا ما معممش، يعني ظاهره كنسمعوا وكيشكيوا لينا بعض الاشخاص، ولكن بغينا مازال مزيد من اليقظه ومزيد من. وشكرا للجميع المسؤولين الغيورين، شكرا لكل واحد، غادي كل واحد عنده اراده، عنده رغبه وعنده غيره كبيره على هذه المدينه، وتحيه لجميع الساكنه ديال المدينه الجديده، شكرا لكم جميع. السلام عليكم، معكم واحد مواطن من مدينه الجديده، كانني غيور على المدينه ديالي، كنتمنى من الناس المسؤولين تكون عندهم واحد البادره طيبه اتجاه كانني سائق السياره، كنتمنى من الناس المسؤولين تكون عندهم واحد البادره من جهه الطرق، لان كنشوفوا الحاله ديالها رديئه ونسبه الحفاري والحفره حدا حفره، كنتمنى منهم تكون واحد يطلعوا على هادو المدينه بان كنلاحظوا ان المدينه الجديده راه مش بقاش واحد المدينه صغيره، انها ولات مدينه كبيره، وكنتمنى يوصل الصوت ديالي للناس المسؤولين. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.